تخبط الأعداء. في المشهد العربي تفجيرات دامية في العراق وعنف وفوضى في مصر وتونس. السلام عليكم ورحمة الله، هذه نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الدنيا بدمشق. أعادت قواتنا المسلحة الباسلة الأمن إلى كامل الجهة الشرقية من مدينة القصير بريف حمص بعد أن قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين ودمرت أوكارهم ومقراتهم. وذكر مصدر عسكري لمراسلة الدنيا أن وحدات من الجيش فككت عددا من العبوات الناسفة زرعها الإرهابيون في منطقة السوق وسط المدينة. وقال المصدر إن قواتنا المسلحة تواصل ملاحقة من تبقى من إرهابيين في بعض الأوكار في المنطقتين الشمالية والجنوبية بالمدينة. الآن داخل مدينة القصير وبالتحديد من الجهة الشرقية، مررنا الآن في الطريق الذي كان يسمونه يعني المدنيين في القصير طريق الموت نتيجة وجود يعني العبوات الناسفة التي كانت تزرعها المجموعات الإرهابية المسلحة ووجود عدد كبير من القناصين كانوا يحكمون هذا الطريق. وجدنا يعني كما لاحظتم في الصور عدد كبير من السيارات التي تم استهدافها بالقذائف عن طريق المجموعات الإرهابية المسلحة. نحن الآن داخل مدينة القصير، هذه هي الحارة الشرقية تم تطهيرها على أيادي أبطال الجيش العربي السوري، تم تطهير عدد كبير من الأحياء التي كانت والكتل التي كانت تتمركز بها المجموعات الإرهابية المسلحة. سوف ندخل الآن إلى داخل المدينة ونرصد لكم بالصوت والصورة ما تم تطهيره على أيادي أبطال الجيش العربي السوري، والعمليات العسكرية ما زالت مستمرة حتى تطهير آخر نقطة في مدينة القصير. نحن الآن في الحارة الشرقية، هذه الحارة يعني تم تطهيرها على أيادي أبطال الجيش العربي السوري، كانت المنازل في هذه الحارة يعني المجموعات الإرهابية المسلحة متمركزة داخلها، تم القضاء على عدد كبير من هذه المجموعات داخل هذه الحارة. سوف ننتقل الآن إلى الخط التماس حيث الاشتباكات ما زالت مستمرة بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة. نحن الآن قبل خط الاشتباكات بمسافات قليلة، سوف نتقدم إلى هذه المسافات. هنا أيضا جرت معارك قوية بين المجموعات الإرهابية المسلحة وأبطال الجيش العربي السوري داخل مدينة القصير. يعني هذه البناء مقنوص بشكل كامل للمجموعات الإرهابية المسلحة، يتم استخدام أيضا مقنوص من هذه النقطة بالتحديد. يعني هذا هو الخط الأمامي للاشتباكات بين المجموعات الإرهابية المسلحة وأبطال الجيش العربي السوري، تم القضاء على عدد كبير من القناصين ويتم الآن من هذه بالتحديد استهداف أحد القناصين. هذا هو وسط مدينة القصير، القوات تتقدم باتجاه الأمام، تم تطهير إلى وسط القصير والقضاء على عدد كبير من المجموعات الإرهابية المسلحة. استمرار العمليات اليوم لليوم الثاني بمدينة القصير على أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول هو الاتجاه الحارة الشرقية الحارة الشمالية، والاشتباكات هلا دايرة بالمنطقة مقابل الفرن والبيطرة. في الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الغربي، الغربي الجنوبي، كمان العمليات مستمرة من هناك. عمليات القنص كثيرة على عناصر الجيش، الحمد لله التقدم دائم.
ضربات قوية تتلقاها المجموعات الإرهابية المسلحة، آخر هذه الضربات في مدينة القصير والتي هي كانت مركز أساسي للمجموعات الإرهابية المسلحة. تقدم كبير لأبطال الجيش العربي السوري والقضاء على أعداد كبيرة من المجموعات المسلحة. كانت معكم لأخبار الدنيا كندا الخضر من دوار مدينة القصير. وفي مدينة القصير أيضا ضبطت قواتنا المسلحة الباسلة آلية عسكرية إسرائيلية، وهي عبارة عن جيب مدرعة تحتوي على أجهزة تنصت وتشويش في القصير. واعتبر مراقبون أن ضبط هذه الآلية يميط آخر أوراق التوت عن عورة كل من يتشدق بأن ما تشهده سوريا هو ربيع عربي. أعلن التيار السلفي في الأردن مصرع 3 من عناصره بمدينة درعا. التيار السلفي في الأردن يعلن مقتل 3 من جنوده على أراضي الجمهورية العربية السورية، ويصرح أن عدد القتلى من تياره المزعوم بلغ 50 قتيلا من أصل 500 عنصر. لم يكن هذا كل ما ورد في هذا التقرير المدبلج، بل الأهم كان وجود عدد من الجنود الإسرائيليين يغادرون الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة. رصدت قناة فوكس نيوز الأمريكية جنودا إسرائيليين يغادرون الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة بحسب قولها. إذن قوات كوميندوس إسرائيلية تشارك بعمليات خاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية وفي منطقة القصير تحديدا، وباعتراف شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية صاحبة التقرير. لتأتي الحجة الدامغة اليوم وتظهر هذه العربة الإسرائيلية في منطقة القصير وتزيل أي شك أو ريبة فيما قيل في المقطع السابق عن وجود جنود إسرائيليين على أراضي الجمهورية العربية السورية يقاتلون إلى جانب عصابات الإرهاب. عربة إسرائيلية على الأراضي السورية، لم تكن هذه العربة ما وجد فقط، بل أكثر من ذلك. علمنا أيضا عن أنواع الأسلحة التي يستخدمها المسلحون إلى جانب الآلية الإسرائيلية التي شاهدتموها بالصور. هناك صواريخ مضادات دروع وهي أيضا إسرائيلية الصنع، وهناك أيضا صواريخ حرارية من تيارات سلفية تكفيرية ومن دول عربية. ليس بشيء جديد على السوريين، جنود من الكيان الصهيوني وقوات كوميندوس خاصة على الأراضي السورية وعربات وصواريخ، ولكنها جميعا في قبضة الجيش العربي السوري. وحول الموضوع أكد مصدر إعلامي أن ضبط الآلية العسكرية الإسرائيلية في القصير يفند مزاعم العدو الإسرائيلي في تبرير عدوانه على سوريا، ويؤكد حجم التورط العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي في سوريا. وقال المصدر إن الدعم العسكري الإسرائيلي للمجموعات الإرهابية المسلحة دليل على تورط قطر وتركيا وإسرائيل في العدوان على سوريا عبر غرفة عمليات مركزية واحدة. ولفت المصدر إلى أن الدعم العسكري الإسرائيلي للإرهاب في سوريا يؤكد مجددا أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال ينتهج سياسة إرهاب الدولة المنظم، وعلى العالم أن يتحرك لمواجهة هذا الإرهاب، مضيفا أن الأسئلة الكبرى التي تطرحها عملية ضبط الآلية العسكرية الإسرائيلية التي تحتوي على أجهزة تنصت وتشويش في القصير تؤكد أن المجموعات الإرهابية المسلحة بكل تسمياتها الأخرى هي مجرد عناوين لهيكلية واحدة تقودها إسرائيل وقطر وتركيا. في السويداء تمكنت وحدة من الجيش العربي السوري من تحرير عدد من المخطوفين كانت العصابات الإرهابية احتجزتهم للمساومة على حياتهم. تفاصيل أوفى في سياق تقريرنا التالي. هو اللقاء بعد انتظار وبعد فقدان الأمل بعودة لمختطفين على يد إرهاب لا يعرف للرحمة والإنسانية طريق. عادوا وبفضل جيش آمن أنه وجد لحماية وطن وأبناء انتموا لهذا الوطن. هم رجال الجيش العربي السوري الذين هبوا لنداء أم خطف أبناؤها فأعادوهم إلى حضنها الدافئ. نحن كنا رايحين على شغلنا، طلعت لنا مجموعة مسلحة بالليل، نزلونا من السيارة، اقتادونا، كبلونا وطمشوا لنا عيوننا واقتادونا مشي لمكان مجهول. لما وصلنا لهنيك فوتونا على غرفة عتم وبلش يحققوا معنا بأساليبهم وقتل وضرب وإهانات. قعدنا عندهم فترة ما نعرف شي من شي، لا ليل لا نهار لا شي، لحتى تفاجأنا انه صار في ضرب واشتباكات برا وكذا. لما وعد فاتوا شباب قال نحن من الجيش يلا اطلعوا، طلعونا عاد وجابونا لأهلنا.
نحمد الله اللي رجعوا لنا أولادنا بخير وسلامة وشفناهم بصحتهم وبعافيتهم، ونشكر الجيش العربي السوري اللي رجع لنا هني، الله يوفقهم الجميع. بوركت يدكم يا رجال الحق، يا رجال الوطن، ودمتم يا حماة الديار، هكذا يقول السوريون. تلفزيون الدنيا، جمانة حمدان، السويداء. أقامت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس صلاة من أجل سلام سوريا والمخطوفين في كنيسة الصليب المقدس بالقصاع، ترأسها غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. وقال غبطة البطريرك يازجي في الصلاة: اذكر يا رب بلدنا الحبيبة سوريا، وهبها سلاما وطيدا، وابعد عنها الويلات والنوائب، وامنحنا حياة هادئة مطمئنة. اذكر يا رب الشعب الحاضر والغائبين، وارحمهم وإيانا بكثرة رحمتك. وأضاف: أن نقتل أو نخطف أو تهدم بيوتنا، فذلك أمر لن يقلل من عزيمتنا بالتمسك بمواطنيتنا والعيش المشترك والتشبث بأرضنا والمطالبة بالحق والعدالة في ربوعنا. وتابع غبطة البطريرك بالقول: أغتنم هذه الفرصة لأوجه نداء إلى المجتمع الدولي لحثه على بذل كل ما بوسعه للإفراج عن المخطوفين الذين يؤلمنا غيابهم، وأدعو إلى العمل من أجل إيجاد حل سريع للوضع في بلدنا الحبيب سوريا، درءا لانعكاسات يمكن أن تطول المنطقة بأسرها. التقت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سوريا برئاسة أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد شبيبة الثورة، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية التي تجريها إلى رؤى وقواسم مشتركة توفر المناخ المناسب لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أن مسيرة الحوار الوطني انطلقت بعزم وإرادة وتصميم من أبناء سوريا الشرفاء بهدف تجاوز هذه المحطة المؤلمة بتاريخ سوريا، مؤكدا تمسك أبناء الشعب السوري بالثوابت الوطنية وعدم تدخل الغير بشؤون سوريا الداخلية، وخيار المقاومة ومحاربة الفكر التكفيري وترسيخ ثقافة المحبة والحوار، موضحا اقتناع معظم المجموعات المسلحة بحقيقة المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها سوريا، والبدء بتسليم أسلحتهم والانخراط في المجتمع المدني والدفاع عن الوطن. وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أن رسم مستقبل سوريا لا يوضع إلا في سوريا وعلى الأرض السورية وبإرادة أبناء سوريا لوحدهم، وذلك من خلال إنجاح وتحقيق البرنامج السياسي لحل الأزمة. ناقشنا اليوم خطة البرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس كمخرج للأزمة، وتم التأكيد على أن الحوار هو الذي يجب أن يؤدي إلى معالجة لكل القضايا. ومنظمة اتحاد شباب الثورة باعتبارها تمثل شباب سوريا ترى بأن معالجة قضايا الشباب وإدخال قضايا الشباب في العمل وفي التعليم وفي الإسكان وكل جوانب الحياة يجب أن تكون إحدى مخرجات الاجتماعية التي تعالج هذه القضايا، لأن البيئة الفقيرة والعطالة عن العمل وعدم تشغيل الشباب كانت بيئات مناسبة ليزرع فيها الإرهاب والتطرف وما إلى ذلك. طرحنا على الفريق الحكومي هذه المشكلات وما هي مقترحاتنا لشكل وأسلوب الحوار مؤتمر الحوار الوطني، وإن شاء الله يعني تبادلنا وجهات النظر، وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر مفصلي في تاريخ سوريا لتتخلص من الإرهاب ومن التطرف ومن كل ما لا يريد خيرا بمستقبل وحاضر سوريا عموما. ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية الرؤى والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية للحد من ظاهرة المخدرات، بغية وضع آليات وبرامج عمل فاعلة لتحقيق أفضل النتائج
في مجالات التوعية والمكافحة والوقاية من آفة المخدرات وإعادة تأهيل المدمنين صحياً ونفسياً وتقديم الدعم والرعاية لهم. وأكد اللواء الشعار أن ظاهرة المخدرات مشكلة دولية، وأن سوريا تعتبر نظيفة من زراعة وصناعة المخدرات باعتراف المجتمع الدولي وهيئاته المتخصصة، مشيراً إلى دور الموقع الجغرافي لسوريا الذي يجعل منها طريقاً لعبور هذه السموم الفتاكة من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، ومؤكداً حرص سوريا والتزامها بنهجها في دعم الجهود الدولية بكل الوسائل في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج التي من شأنها الحد من انتشار المواد المخدرة وآثارها السلبية الهدامة على الفرد والمجتمع. واستعرض وزير الداخلية المؤامرة التي حاكتها الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الغرب وإسرائيل ودول إقليمية وعربية ضد سوريا بهدف تدميرها وإنهاء دورها المقاوم خدمة لإسرائيل، مؤكدا أن المؤامرة تنكشف وتتقهقر بفضل ما يقوم به بواسل قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي في ملاحقة فلول الإرهابيين التكفيريين ودحرهم. في سياق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة متضرري الإرهاب والمهجرين بسبب المجموعات المسلحة في المناطق الساخنة، عقدت الوزارة لقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية لتفعيل العمل الإغاثي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها. انطلاقاً من مضمون عملهم والمتمثل بإغاثة المحتاجين في أوقات الحروب والأزمات وبهدف تفعيل عملهم في سوريا لمساعدة المواطنين السوريين الذين طالهم الإرهاب وهجرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة، اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندا الشماط مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي للبحث في تنسيق نشاطات اللجنة وعملها في سوريا فيما يتعلق بالإغاثة وتقديم المساعدات في المناطق الساخنة، حيث أكدت الشماط على دور الصليب الأحمر في فترة الأزمة لإيصال المساعدات الغذائية والاحتياجات الطبية لأكبر قدر من المتضررين، بالإضافة لتسهيل عمل اللجنة لإيصال المعونات. من جهته أيضا شدد رئيس اللجنة على أهمية الزيارات الميدانية لتوصيل أكبر قدر مستطاع من المساعدات. هناك أفق كثيرة للتعاون مع اللجنة الدولية، ونحن شاكرين أيضا للجهود الهامة التي تقوم فيها وعلى استعداد طبعا للتعاون. المنظمة لها نشاطات سابقة في الجمهورية العربية السورية منذ أكثر من 40 عام في منطقة الجولان، وأيضا لديهم عمل هام على ملف اللاجئين العراقيين، واليوم لديهم دور في المساعدة والمساندة في فترة الأزمة السورية. وضحنا للسيدة الوزيرة نشاطات اللجنة الدولية الصليب الأحمر فيما يتعلق بالإغاثة ومساعدة فيما يخص الماء بالتعاون مع دائرات الماء والهلال الأحمر العربي السوري في مراكز اللواء، إضافة للمساعدات المقدمة بالجانب الصحي عن طريق التعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري. كما تم توضيح أنه مع الوزيرة كيف ممكن نسهل عملية وصول المساعدات. في السياق نفسه عقدت الوزيرة الشماط لقاء مع السيد آدم عبد المولى المنسق العام للأمم المتحدة في سوريا، تناول ظروف عمل الهيئات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة وضرورة توحيد وتكثيف الجهود المشتركة لتنظيم وتفعيل العمل الإغاثي، كما شدد الطرفان على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة السورية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية. تفاكر مع الوزيرة على أنجع السبل لتذليل العقبات التي تصادف فريق الأمم المتحدة العامل في مجال تقديم العون الإنساني وتبسيط الإجراءات التي ينبغي اتباعها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة في سوريا. والشق الآخر من اللقاء تناول قضايا تتعلق بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للماء. الحكومة السورية لم تدخر جهدا في مساعدة المتضررين من الإرهاب، ولكن ما يحصل في سوريا يستدعي جهدا من الأمم المتحدة أيضا. بحث محافظ الحسكة مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة الواقعة الخدمي والاقتصادي والصحي في محافظتهم، واستعرض أعضاء مجلس الشعب المشاكل التي يعاني منها المواطنون كانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع شبكة الاتصالات وشح المياه ونقص الأدوية وارتفاع الأسعار. بحث مجلس محافظة الحسكة في جلسته العادية الثالثة على مدار 4 أيام الواقع الخدمي والزراعي والاقتصادي والصحي في المحافظة،
والتحضير لموسم تسويق الحبوب والإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف ساعات التقنين الكهربائي التي تصل إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم. واستعرض أعضاء المجلس الصعوبات التي تعاني منها المحافظة. أهم القضايا اللي طرحتها المشاكل اللي عم تعاني منها المحافظة وهي تسويق إنتاج الحبوب من وإلى مراكز الاستلام. القضية الثانية قضية الكهرباء وتأمين مياه الشرب للأخوة المواطنين بيسر. قضية ثانية الاتصالات كمان لا تقل عن أهمية عن بقية الخدمات، فكان اليوم مخصص لقطاع الري والزراعة. قد اجتمعت بدوائر الزراعة وتم تقدير الإنتاج بالنسبة لمحصول الأقماح بشكل تقريبي أولي 1,085,000 طن، بالنسبة للشعير يقدر الإنتاج ب 220,000 طن. كما تعلمون كان في هناك منغصات في العمل زراعة شتوي، وأهمها عدم توفر مادة المازوت بسبب الظروف وانقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الأسمدة بشكل كامل والتأخر في صرف قيمة المحاصيل الصيفية في العام الماضي. في مجال التربية هناك الآن مقبلين على امتحانات، تم طرح ومناقشة واتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية في المحافظة. وأكد المحافظ أن المحافظة قد اتخذت جملة من الإجراءات لتخفيف الأعباء الخدمية وتقديم الخدمات للمواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة. تحدث عدد كبير من الأخوة أعضاء مجلس المحافظة، عرضوا قضايا المحافظة الخدمية والزراعية والاقتصادية، أهم المناقشات التي تمت يتعلق في التحضير لاستلام موسم الأقماح، موضوع المراكز الآمنة، عمليات التسويق، قيم الأقماح، الآليات. يأمل مواطنو الحسكة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهم في تحسين الوضع العام لأبناء المحافظة. اجتمعت اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني السوري لصياغة أفكار حول الميثاق الوطني، وناقش الحضور عملية وضع مشروع ميثاق وطني للخروج من الأزمة، حيث عرضت عدد من الأوراق وتم تبادل بعض الأفكار الوطنية والسياسية والاجتماعية التي سيبنى عليها هيكل الميثاق الوطني. اللجنة المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني السوري لصياغة أفكار حول الميثاق الوطني اجتمعت لمناقشة عملية، حيث تم طرح بعض الأفكار الوطنية والسياسية والمجتمعية والتي سيبنى عليها هيكل الميثاق الوطني. احنا اليوم بلقاء لجنة خاصة بمتابعة إنشاء أفكار أو طرح أفكار خاصة بما يسمى الميثاق الوطني، ميثاق العقد الاجتماعي، ميثاق الشرف الوطني. هل ممكن من خلال هذه الأفكار أن ينطلق ميثاق حقيقي وطني من خلال المؤتمرات القادمة ينتج عنها الدستور وحكومات انتقالية؟ هذا الاجتماع اليوم له أكثر من دلالة. أولاً إيمان جميع أطياف المجتمع السوري سواء موالات أو معارضة، لأننا اليوم لسنا في صدد هذا التقسيم أو هذا التمييز. اليوم هناك أزمة وطنية، هذه الأزمة الوطنية تتطلب من الجميع توحيد الصف. المشاركون أكدوا على أن إيجاد ميثاق وطني يكون بمثابة المرجعية التي تحمي العمل السياسي والحزبي والمجتمعي، ويرسم منهاج العمل الوطني ويوضح معالم الطريق إلى المستقبل ونظم ممارسات التعددية السياسية، بما يفي ويضمن استمرار التقدم الوطني والتحول الديمقراطي في البلاد ويجنبها التعثر والتراجع. هذه الأفكار التي موضوع سوف نناقشها، وهي تتضمن أولا الجانب السياسي أو الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي أو الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي. عرض من خلال اللقاء عدد من الأوراق وتمت عملية حوار أولية، ومن بعد تجاذب الأفكار والمداخلات تم الاتفاق على صيغة بيان من كافة المشاركين. واحد، ضرورة تشكيل البيان بشقين، شق تنظيمي، ضرورة تشكيل لجنة مصغرة لصياغة العناوين الأساسية من خلال مجموعة أوراق العمل المقدمة، بعدين بصير نقاش العناوين الأساسية بالاجتماعات القادمة. اثنين، يدعو المجتمعون الطاقم الحكومي المكلف بالتشاور والإعداد للمؤتمر أن تلتقي لجنة المتابعة
لطرح فكرة وإمكانية عقد مؤتمر حوار وطني شامل أو خطوة تمهيدية أساسية قبل إمكانية عقد مؤتمر دولي. المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكفالة الحريات والحقوق الشخصية ونظام الحكم وشكل الدولة الدستوري وسلطاتها، جميعها أمور تم طرح الأفكار حولها بما يضمن السيادة الكاملة والتامة للدولة السورية. في سياق الشهادات المتكررة على الدعم المنظم للإرهابيين في سوريا، أكد المفكر والكاتب الفرنسي تيري ميسان أن عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب تسللوا إلى سوريا وهم مزودون بأجهزة حساسة لتلقي المعلومات من حلف الناتو. عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب تسللوا إلى سوريا، يجمعهم هدف واحد لا غير، وهو تدميرها خدمة للمصالح الغربية والصهيونية وثنيها عن مواقفها المستقلة والداعمة للمقاومة. تأكيد ليس بجديد من مراقبين غربيين يتحلون بالمصداقية والشفافية. المفكر والكاتب الفرنسي تيري ميسان أكد وجود أكثر من 50,000 مرتزق تدفقوا إلى سوريا من مختلف الدول، وهؤلاء مزودون بأجهزة حساسة لتلقي المعلومات من حلف الناتو عن طريق الأقمار الصناعية، ولا وجود لحرب أهلية بين طرفين في سوريا، موضحا أن الحكومة السورية تحمي شعبها وأن الجيش السوري المكون من جميع فئات الشعب لا يمكن أن يطبق حالة ضبط النفس حين يتعرض هو والشعب للهجوم والعدوان. ميسان أشار إلى أن ما تقوم به معظم وسائل الإعلام الغربية الأمريكية والأوروبية إضافة إلى العربية هو قلب الحقائق رأسا على عقب، حيث تتجاهل عمليات القتل الجماعي للمدنيين والعسكريين من المجموعات المسلحة والحرب التي تشنها تلك المجموعات على التسامح الديني في سوريا بناء على فتاوى دينية من مشايخ بوجوب قتل المسلمين وإجبار المسيحيين على مغادرة سوريا، لافتا إلى أن مرتزقة الغرب دمروا كل ما وقعت عليه أيديهم الملوثة بالدماء في إطار خطة تدميرية شاملة وممنهجة لبنية الدولة في سوريا. ميسان أضاف أن واشنطن بدأت الحرب على سوريا منذ 10 أعوام، حيث حاولت الهجوم عدة مرات عليها ولكنها توصلت في نهاية المطاف إلى قرار بعدم خوض الحرب بنفسها، وقامت بإسناد هذه المهمة القذرة إلى دول في حلف الناتو ودول أخرى في منطقة الخليج بالوكالة، وأن فرنسا تحاول إحياء أمجاد سياساتها الاستعمارية من خلال الهجوم على ليبيا، وهي تريد تكرار السيناريو ذاته في سوريا لمساعدة المرتزقة الذين يرفعون علما يعود إلى فترة انتدابها الاستعمارية على سوريا. أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أنه لا يجوز فرض قيود زمنية محددة على المؤتمر الدولي بشأن سوريا، وقال إن بعض شركائنا يرون أنه تكفي بضعة أيام أو أسبوع واحد وهذا غير مجدي. هذا وقد جدد لافروف على ضرورة ضمان موافقة المعارضة السورية على المشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده حول سوريا دون شروط مسبقة، وقال إن زملائنا بمن فيهم الأمريكان الذين تقدمنا بمبادرة عقد مؤتمر دولي حول سوريا بصورة مشتركة معهم أكدوا التزامهم بالعمل مع المعارضة السورية بشكل وثيق من أجل دفعها لتغيير مواقفها من بدء المفاوضات فوراً والكف عن طرح شروط غير واقعية. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن الشعب السوري لن يتحمل وحده ضريبة الحرب على سوريا، بل سيدفع الشعب الأوروبي ثمنها هو الآخر. وقال جليلي في حوار مع شبكة يورونيوز إن الإصرار على التعاطي الخاطئ مع الإرهابيين قاد إلى انتشارهم آلاف الكيلومترات بعيداً عن أفغانستان ليصلوا إلى حدود أوروبا، وهذا الأمر يجب أن يثير مخاوف وقلق الشعب الأوروبي، مؤكداً أن السياسة الأمريكية والغربية في أفغانستان والعراق وفي عموم المنطقة العربية أدت إلى بروز تنظيم القاعدة الإرهابي الذي أخذ بالانتشار وبتوسعة أنشطته الإجرامية في مختلف أنحاء العالم. ومع تصاعد الغضبة الشعبية على أردوغان وبمناسبة عيد الشباب والرياضة، خرج ملايين الأتراك في مظاهرات مليونية جابت شوارع أنقرة تنديداً بسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية وللمطالبة بإسقاط أردوغان ومحاسبته مع وزير خارجيته على جميع الجرائم والدماء التي أرقوها في سوريا وتركيا. المناسبة عيد الشباب والرياضة في تركيا،
تحولت لمظاهرات مليونية جابت أنحاء تركيا من الأتراك الغاضبين المطالبين بإسقاط حكومة أردوغان ومحاسبته مع وزير خارجيته على الجرائم والدماء التي أراقوها في سوريا وتركيا. أقول لحزب العدالة والتنمية: لهذه البلاد أصحابها الشباب، فلا يسعون لتقسيمها وتمزيقها، فأصحاب هذه البلاد ها هم واقفين، فليعلموا أننا لن نترك لهم الساحة فارغة. الأعداد الهائلة من المتجمهرين أطلقت شعاراتها المنددة بالإمبريالية الأمريكية وأدواتها في المنطقة وعلى رأسها حكومة العدالة والتنمية، وأكدوا أن الشعب التركي لن يترك هذه الحكومة دون إسقاطها ومحاسبتها. الرئيس الأسد يحبنا ونحن نحبه كثيرا، أصلي أوزبكي ولكن قلبي ووجداني معه، أعرف الرئيس الأسد جيدا وكل الموجودين هنا يعرفونه جيدا. ليس العدالة والتنمية من يهاجم سوريا وحسب، بل أمريكا والدول الأوروبية أيضا. لا يحق لأحد التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة، وأي دولة مستقلة هي حرة. عاشت حرية وسيادة سوريا وتركيا. الشعب التركي قال كلمته بملء الفم في وجه حكومة العدالة والتنمية لا لسياسة الحرب، ووجه رسائل الفخر بالشعب السوري وصموده، وأبدى دعمه الكامل لأشقائه حتى النصر على الهجمة الصهيونية الاستعمارية على سوريا. المراقبون لم يخفوا دهشتهم من الانتفاضة على حكومة أردوغان كما أسموها، التي أعلنها الشعب التركي، كما اعتبروا هذه الحشود العظيمة أول قطاف ستدفع الحكومة التركية ثمنه غاليا بعد رعايتها وسقايتها الدموية لفوضى جيرانها حسب تعبيرهم. المظاهرة الأضخم ضد أردوغان اعتبرها البعض المطالبة الأكبر بمحاسبته ووزير خارجيته على الجرائم المرتكبة في سوريا وتركيا، واعتبرها آخرون الزهرة الأولى في ربيع الدم الذي دعمته الحكومة التركية بكامل طاقتها في البلدان العربية. عمر أحمد، تلفزيون الدنيا، أنقرة. تعود لغة الرصاص لتتكلم مجددا في طرابلس شمال لبنان بعد أن شهدت أحياؤها ليلة ساخنة حاول من خلالها إرهابيون نصرة المدعومين من تيار المستقبل فتح جبهة أو لفت الأنظار عن إنجازات الجيش العربي السوري في مدينة القصير بريف حمص، في محاولة فاشلة ظنا منهم أنها قد تغير من واقع الأمر شيئا. وبعد ظهر اليوم قتل جندي لبناني وأصيب 4 آخرون بجروح جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء محاولة الجيش الانتشار في طرابلس لوقف الاشتباكات. للمرة 1000 تتجدد الاشتباكات في طرابلس شمال لبنان بين إرهابيي جبهة النصرة المدعومين من فريق 14 من آذار، وبين من أراد الدفاع عن مدينته وتجنيبها شبح الحرب الطائفية، تلك التي يحاول الكثيرون جر لبنان إليها من بوابة طرابلس. ظهور لم يعد خافياً على أحد لإرهابيي الجيش الحر وجبهة النصرة، سبقه إطلاق نار واشتباكات دامية لساعات استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الرشاشة والخفيفة والمتوسطة، وحتى القذائف الصاروخية وقذائف الهاون، والنتيجة قتيلان و26 جريحاً، بينهم جنديان بالجيش اللبناني وعنصر من قوى الأمن الداخلي، هي حصيلة ليل ساخن عاشته المدينة قبل أن ينتشر الجيش اللبناني ويتدخل في وقف الاشتباكات وفرض هدوء حذر، هدوء وإن قطعه بين الحين والآخر أصوات رشقات من النار. مرة أخرى يتصدر المشهد اللبناني واجهة الأحداث الإقليمية وربما الدولية من خلال بوابة النار طرابلس، التي يظن الإرهابيون من خلال إشعالها أنها قد تفك حصاراً لإرهابيين في مدينة القصير أو تغير من واقع الأمر شيئاً، وبالتالي فهي لا تعدو إلا أن تكون محاولة فاشلة لنشر الفوضى وعدم الاستقرار وشماعة لاستخدامها سياسياً وإعلامياً.
وفي العراق دوت عدة تفجيرات إرهابية اليوم لتحصد المزيد من الشهداء والجرحى. تصعيد إرهابي لا يأبه بدماء الأبرياء طالما يصب في خدمة أسياد الإرهابيين وأدوات الغرب في المنطقة. وسط توتر سياسي شهدت العاصمة العراقية بغداد أشرس أنواع الهجمات عليها، حيث وقع عدد كبير من الانفجارات في الأسواق ومواقف السيارات والنقل العام في عدد من الأحياء وفي آن واحد. وكان قد سبق هذه الانفجارات انفجارات أخرى في مدينة البصرة بجنوب العراق. وفي حادث منفصل هاجم مسلحون دورية للشرطة الاتحادية في منطقة آلوس، كما انفجرت عبوة ناسفة في قرية العتبة في شمال العراق. وفي مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين استهدف هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وأسفر الهجوم عن استشهاد شخص وجرح 5 آخرين. من جهته قال نوري المالكي إن ما يجري في العراق من أعمال تخريبية يصب في خانة المحاولات لتنفيذ أجندات خارجية، وإن الشعب العراقي أثبت أنه سيقف سداً منيعاً بوجه الطائفية ودعاة العنف. كما طمأن المالكي الشعب العراقي أن المتآمرين لن يتمكنوا من إعادة الحرب. تشهد الساحة العراقية تصعيداً إرهابياً في محاولة للالتفاف على السلم الأهلي وسط حالة من الفوضى التي يأمل العراقيون أن تنتهي ويعود بلدهم إلى أمنه المفقود بجهود الاحتلال الأمريكي الذي فتح الباب أمام الإرهاب ليعيث فساداً وخراباً في البلاد والعباد. بعد اختطاف جنود سيناء هاجم مسلحون مجهولون اليوم معسكراً أمنياً في منطقة العريش في شمال سيناء من شاحنة، وأطلقوا نيران أسلحة آلية ولم تعرف على الفور هوية المهاجمين. فردت القوات المسلحة المصرية بأن أرسلت معدات آلية ومجنزرات لتحرير المختطفين في حال تعذر تحريرهم بالطرق السلمية. مطالب الإخوة رئيس أنك تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء، ونرجوك يا رئيس بأقصى سرعة أنك تفرج عن المعتقلين السياسيين من أهل سيناء بأقصى سرعة، لأننا ما عدناش مستحملين. 7 جنود اختطفوا عندما كانوا يتنقلون بحافلات صغيرة قرب مدينة العريش شمالية سيناء. شيوخ العشائر المحلية توسطت لدى الخاطفين دون جدوى، وأبرز حادث الاختطاف غياب القانون عن سيناء، وأثار غضب قوات الأمن إلى أن أغلقوا المعابر الحدودية مع قطاع غزة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن يتم إطلاق سراح زملائهم، وإلى الآن دون جدوى. واليوم هاجم مسلحون مجهولون رجحت المصادر الأمنية أنهم إسلاميون متشددون معسكراً أمنياً في منطقة العريش من شاحنة، وأطلقوا نيران أسلحة آلية ولم تعرف على الفور هوية المهاجمين. وتستغل جماعات متشددة التدهور الأمني في شمال سيناء لشن هجمات عبر الحدود وضد أهداف مصرية دون أن تطالهم يد القصاص. إلى ذلك شهدت مراكز وأقسام الشرطة بمحافظة شمال سيناء حالة من حالات العصيان المدني بعد أن قام أفراد وعناصر الشرطة فيها بتوسيع دائرة الاعتصامات والإضراب عن العمل في أقسام ومقرات الشرطة. وما كان من القوات المسلحة المصرية إلا أن رفعت درجة استعدادها في سيناء ودفعت بعناصر من القوات الخاصة ومركبات قاذفة للصواريخ إلى مدينة العريش في إطار تحرك وشيك لتحرير 7 جنود المخطوفين منذ الأربعاء الماضي. رمزية حادثة اختطاف الجنود تشير إلى أن كل الخطوط الحمراء تم تجاوزها، ولكن ما زال أهل الحكم في مصر لا يدركون أن سوء أدائهم يسقط معنى الدولة المصرية أكثر وأكثر، على الرغم من تبجح مرسي على أن هيبة الدولة المصرية مصانة. في تونس قتل 3 أشخاص وجرح العشرات في المواجهات العنيفة التي اندلعت في مدينة القيروان والتي امتدت إلى العاصمة بعد إعلان حركة أنصار الشريعة السلفية نقل مؤتمرهم المحظور من القيروان إلى تونس وتأجيله إلى الأحد القادم. ليس مشهداً لانتفاضة فلسطينية، بل هو وليد ربيع التطرف والإخوانية في تونس التي كانت يوماً منبراً للعلمانية. الاضطرابات تفشت في أحيائها
وتطايرت الحجارة في أجوائها بين إصرار جماعة أنصار الشريعة الإسلامية على عقد مؤتمرهم ولو بالحيلة وممانعة الحكومة التونسية لعقد هذا المؤتمر ولو بالقوة. فتحول كل من مدينة القيروان غرب البلاد وحي التضامن في العاصمة التونسية إلى ساحات عنف وفوضى بلغت حد إراقة الدماء بين السلفيين وقوات الشرطة والأمن. حيلة الجماعة السلفية التي لا تريد الاعتراف بأي سلطة تجلت بتحويل مكان عقد المؤتمر من مدينة القيروان إلى العاصمة بعدما شهدته المدينة من إجراءات أمنية قد تكون انطلت، ولكن لا يبدو أنها انتهت عند فض المؤتمر. فأنباء عن مقتل 3 من السلفيين في مواجهات بالحجارة والغاز المسيل للدموع قد صعدت حدة الموقف من قبل الجماعة السلفية، فقطع المتطرفون الطرق بالإطارات والزجاجات الحارقة وبقي الحي مشتعلاً، بينما اقتصر حال مدينة القيروان على رشق بالحجارة من قبل من تحصن من الجماعة خلف سور مسجد في حي باب الشهداء في وسط المدينة مطالباً بتأمين خروجه والتوقف عن مكافحته بالغاز المسيل للدموع، والذي يبدو أنه حالة الفوضى بددا الحركة السياحية في المنطقة، فتراجع السياح عن الأماكن الأثرية أمام تقدم للشرطة فيها، وبدلت الصورة التذكارية بمناظير الترقب الأمنية، ويبدو أن طائرات السياح ستستبدل هي الأخرى بمروحيات لرصد للجماعات الضليعة في الإرهاب، على حسب وصف علي العريض رئيس الحكومة في تونس الخضراء وتونس العلمانية قبل ربيع التطرف. رحلت السلطات الروسية الدبلوماسي الأمريكي مايكل فوغل بعد القبض عليها الأسبوع الماضي والاشتباه بعمله جاسوساً لبلاده في روسيا. وأظهرت قناة NTV الروسية لقطات مصورة تظهر فوغل وهو يمر عبر أجهزة الأمن في مطار شيريميتييفو في موسكو. ويأتي قرار طرد فوغل بعد مرور 5 أيام على اعتقاله واتهامه بمحاولة تجنيد ضابط مخابرات روسي. وقالت روسيا إن قرارها القاضي بترحيل فوغل يأتي لأنه خالف البروتوكول الدبلوماسي المعمول به بين البلدين. في تركيا لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخرون بجروح إثر انفجار منطاد يعمل بالهواء الساخن وسط البلاد. وقال رئيس بلدية محافظة نفسهير إن المنطاد كان يحلق فوق مخاريط بركانية في المنطقة، منطقة كابادوكيا وسط تركيا، وكان يقل 25 شخصا عندما انفجر فجأة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 24 آخرين بجروح دون ورود أي معلومات عن جنسيات الركاب. بانفجار المنطاد التركي نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. لم يبقى إلا تذكير بأهم عناوينها. استمرار العمليات اليوم لليوم الثاني بمدينة القصير على أكثر من اتجاه. رجال الله على الأرض يسحقون الإرهابيين المرتزقة ويتقدمون بلا هوادة في القصير. عتاد وسلاح إسرائيلي في القصير، افتضاح المؤامرة وتخبط الأعداء. في المشهد العربي تفجيرات دامية في العراق وعنف وفوضى في مصر وتونس. ختام النشرة، تصبحون على خير.